لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ها استوى بعد ساعة، كان ساعة حديد وسواليف والخروف مدفون، واكتشفنا الكنز أو بدأ يشيل التراب من فوق، بعدين يشيل الغطاء، يشيل لغاية ما يوصل إلى نجم الطالب الكنز المفقود. ايش هذا؟ يا مرحبا مندي، مرحبا بكم، أهلا بكم، يا أهلا مرحبا بكم في الطايف، يا أهلا بالطايف. يا مرحبا يا زين الطبيعة، يا زين التواضع، يا زين اللمة، لله المن والحمد، لله المن والحمد، لله المن والحمد. الله يدين النعيم، يدين المحبة، يدين اللمة الجمعة. رد يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله. ابو رعد كان جاهز، وراح عنده سليم قبلنا، راح عنده سليم الشهابي. ايوه شال الغطا المبلل هذا. اخيرا حصلنا الكنز، الغطاء. والله اعطت الريحه، والله يا ولد اعطت الريحه. بعدين يودي لناك الغرفة ويوزع 3 صحون. ما مشكلة، ما مشكلة، ما شاء الله تبارك الله. لحم كأنه زبدة، لحم ما شاء الله صغير. مش في يد تفك؟ طبيعي، ها؟ لا بيأكلها لحوم ولا يعلف ويرعى. مش في يد؟ كانت في يد؟ لا لا، هذيك التسكيره. والمندي معروف، المندي اظن المندي يعرف بانه طبق تقليدي حضرمي، اشتهر في محافظه حضرموت باليمن ومنطقه الباحه غرب السعوديه، منتشر الحين في الجزيرة العربية كلها، وممكن حتى في الأردن ومصر وسوريا وفلسطين كله، في السعودية. والمندي يقولوا له المندي أو الزرب، يعني ينضج اللحم بالحرارة ويندي الدهن على اللحم والحاجة الرز لأسفل اللحم، وصلنا يندي عليه، فسموه المندي لأنه يندي الدهن اللحم، يندي على مخطاف كده. كيف حتشي الرز اللي محطوط تحته؟ كيف تحملها؟ لا شيء رائع. التجهيز الحين معروف، وفي ناس تجهز لنفر واحد لشخص واحد أو شخصين أو 3، يعني أو عزومة كاملة متكاملة، يعني خروف كامل. في مندي بالدجاج، خروف من الطايف، مندي بالدجاج، ما هو لا ضروري اللحم، مندي دجاج برضو رائع، احلى مندي دجاج. والله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله، الله اكبر. هيدي ما هو اهو، شوف 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 شوف، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. هذا هو اللحم، ندى على الرز، والرز هناك ندى عليه، اعطاه نكهه اللحم، نكهه اللحم في الرز، فيه دهن اللحم نفسه، سبحان الله، فيه قرفه، فيه زبيب، يشيلوا القرفه يحطوا على جنب ويخلوا الزبيب يوزعوها. شوف القدر نتاع سمي 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 رائع، الرز رائع ما شاء الله تبارك الله.